بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 20 من الكتاب 55، كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. والدجال هو شخص له أوصاف معلومة، يظهر قبل نزول سيدنا عيسى بن مريم لينشر فتنته، فيقتله سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض المعتزلة كالجبائي وبعض طوائف المرجئة والفرق التي ليست على منهج الحق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 45 بعد 507,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء، قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال إن الله تعالى ليس بأعور. ألا، لأن ده يبين للناس العوام البسطاء إن ربنا كامل، وده إنسان مخلوق وجسم وليس بأعور. يعني كونه حتى مخلوق وجسم ومتحرك وفي حيز، دي علامات الحدوث، لكن كمان في خلقته ناقص، لأن علامات الحدوث قد تغيب على بعض الجهلة البسطاء التفكير، لكن ما يغيبش عليه نقص الخلق، واضح. فالنبي خاطب أضعف الناس عقلا، إن الله ليس بأعور، ده ليه أضعف الناس عقلا، يعني حتى المفروض أن أضعف الناس عقلا يميز ويعلم أن الله كامل وليس ناقص. ولكن هناك أدلة أخرى عند أهل العلم أنه متحيز وأنه جسم وأنه متحرك، كل دي دليل الحدوث. فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. في بعض الأحاديث قالوا أنه هو أعور العين اليسرى، وأحاديث أخرى أعور العين اليمنى، فبعض الذين أنكروا حديث الدجال قالوا فيه اضطراب. ولكن العور عند لغة العرب معناه نقصان العين، ليس معناه فقدانها بالكلية، فهو فاقد إحدى العينين والأخرى مريضة، فيبقى أعور العينين، يبقى أعور العين اليسرى صحيحة وأعور العين اليمنى صحيحة، فاقد إحدى العينين والأخرى ليست سليمة أيضا، ناتئة يعني بارزة. فهذا لا يمنع أن إنسان فقد إحدى عينيه والعين الأخرى التي يبصر بها فيها عين، هذا لا يمنع، ويبقى في الحالة دي أعور اليسرى وأعور اليمنى. وعن أبي قال حدثني أبو الربيع أبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، قال وحدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وهذا علامة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع الأمي أن يقرأ الحرف مسمى الحرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فهذا يرجح قول قلة من العلماء أن النبي صار قارئا كاتبا بعد الوحي، كما علمه الله الوحي علمه القراءة والكتاب، إلا أنه لم يزاول الكتاب لأن كان له كتبة. ولكن بعض العلماء قالوا أن هذا على سبيل الإخبار ولا يعني أنه كان قارئا كاتبا. والآية تقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب، فيتمنع القراءة قبل الوحي ولا تمنع حدوث التعلم القراءة بعد الوحي، فإن الوحي أصعب من تعلم القراءة والكتاب، فالله قد علمه ذلك. وأنا أميل لهذا الرأي أن النبي صار عالما بكل شيء بعد الوحي، علمه الله كل شيء، هذا لا يمنع ولا يناقض قول الله ما كنت تتلو من قبله من كتاب، لأن من قبله أي من قبل نزول القرآن عليك. ونحن نتكلم فيما بعد نزول القرآن، فالآية لا تتناول هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافرا أي كافر. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان، هل هي كتابة حقيقية ولا كتابة مجازية، بحيث أن الإنسان إذا نظر لوجهه رأى علامات الكفر وظلمة الكفر وغضب الله؟ العلماء يقولون ليس لا 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 ليس هناك مانع أن تكون كتابة حقيقية. إيه المانع؟ أن تبقى تجاعيد جبهته ترسم حرف الكاف والفاء والراء، تجاعيد الجبهة نفسها، لا 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 يوجد مانع من هذا. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافرا. ما فيش أم يعرف يتهجى، ده دليل على أن النبي صار قارئا كاتب وإن كان لم يزول الكتاب، يقرأه كل مسلم، حتى في روايات يقرأه القارئ والقارئ وغير القارئ، يعني حتى الأم يقرأها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، فوق أعور العين اليمنى، هنا أعور العين، يبقى هو أعور إحدى العينين فقدان بالكلية والأخرى معيبة. أعور العين اليسرى جفال الشعر يعني كثير الشعر، جفال الشعر يعني كثير الشعر، معه جنة ونار، يعني معه قدرة على عقاب من لم يتبعه، ومعه قدرة على تنعيم ورزق من اتبعه وإكثار المال له. معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، يعني اللي يمشي معاه ابتغاء الدنيا ويظن أنه هذا
فيه النجاة وقع في النار، نار الفتنة. وعن أبي قال: أو نار حقيقية، يعني بيعاقب مخالفيه بالنار، يحرقهم، تحتمل. وإحنا دلوقتي الأسلحة دلوقتي كلها أسلحة نارية، يعني قنابل كلها نار، والطلقات كلها نار، فكلها أسلحة نارية. فممكن يبقى إيه معه جنة ونار، يعني معه إيه نعيم الدنيا يسره الله له، وأموال وأطعمة وكسوة وغير ذلك، ونساء وشهوات، ومعه أيضا عقوبة نارية يعاقب بها من خالفه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين. يعني كأن هيبقى عنده من الوسائل العلمية اللي بيموه على الناس حقائق الأمور، يموه على الناس حقائق الأمور، فيصور له الماء أنه نار، ويصور لهم النار أنها ماء، تمويها للناس. وهذا ليس على سبيل خرق العادة، ولكنه على سبيل استخدام العلم، على سبيل استخدام العلم فقط. لأنه ورد عن النبي أنه أهون على الله من أن يخرق له العادة، هو أهون على الله من ذلك، يعني هو لا يخرق الله له العادة، بل هو يسخر العلوم في أن يوهم الناس بأشياء كثيرة وهي ليست لها واقع. زي الوقت شوف أنت بأنوار الليزر، يعمل لك أنوار كده يحسسك أن الحتة دي حمراء، الحتة دي خضراء، والحتة دي صفراء، وأنت قاعد عادي ولا فيش أنوار ولا حاجة. يعني إذا كان دي بتحصل دلوقتي، لما هيظهر هيبقى العلم تقدم أكتر، لدرجة أنه ممكن يصور لهم أشياء ليست موجودة ولكنها إيه مجرد تصورات. وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة. الظفرة دي عبارة عن لحمة تنبت من مآقي العين وتمشي كده لحد ما توصل لسواد العين، اسمها الظفرة. تريجيوم، مرض اسمه تريجيوم، يعرفوه أطباء العيون. تلاقي حتة حمراء كده طالعة من مآقي العين ماشية بالعرض لحد ما توصل لسواد العين، اسمها ظفرة. حتى الناس العوام البسطاء يقول لك ايه عنده ظفره في العين، واخدك؟ يبقى عرفنا العيب اللي في العين اللي مش عوره، يبقى عنده عين استفيلومه اللي هي تبقى بارزه كده ومطفيه كالعنب الطافيه، وعين تانية فيها تريجيوم ظفره، واخد بالك؟ يعني معيب العينين، احدهما لا يرى بها بالكليه والتانية يرى مع وجود المرض فيه. عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب كاتب وغير كاتب. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان
فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار ماء، وأما الذي ترون أنه نار أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. لأن الدجال أصلا جاي من الدجل، والدجل هو التمويه، يعني أوتي قدرة على التمويه على الناس، تمويه الحقائق. وعن أبي قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وعن أبي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حا قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. خفض فيه ورفع يعني إيه؟ يعني عظم من شأنه وهون أيضا من فتنته عند العالم بها، أو خفض صوته أحيانا ليستريح أثناء الكلام، ورفع صوته أحيانا ليسمع الناس. تحتمل المعنيين، لأنه كلمهم حديث طويل، وعادة الإنسان إذا تكلم حديث طويل أنه أحيانا يخفض صوته ليستريح قليلا أثناء الكلام، وأحيانا يرفع صوته ليبين الأشياء التي يريد أن ينبههم عليها. تحتمل المعنيين. فخفض فيه ورفع، يبقى فيه هنا الضمير يعود على الدجال، أو فيه الضمير يعود على الحديث نفسه. حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني من كتر ما كلمهم على الدجال حسوا أنه إيه، شعروا أنه موجود خلاص في جنبهم في النخل، هنا هيخرج خلاص من كثرة إيه أن النبي كلمهم، فعاشوا الموقف كأنهم يعيشونه الآن، من إيه، من دقة وصف النبي لفتنته. حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فبعضهم انصرف يبحث كده في طائفة النخل، لأن النبي حذرهم يكلمهم، وأحيانا النبي إيه في أثناء كلامهم يبص كده أو كده، فافتكرون النبي إيه شايفه جاي، فبعضهم راح، فالنبي بيقول: ما شأنكم؟ رايحين فين؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم،
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيته، تقلقوش طالما أنا موجود أنا أقوم بيها. بالمهم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إن شاء الله ربنا يحفظنا بخلافتي إيه، بتخليف ربنا عن طريق نبينا، ربنا وكلنا إلى الله، فإن شاء الله لن يضيع هذه الأمة. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، شاب يعني ايه؟ جسمه قوي في قوة الشباب يعني. قطط يعني شعره ايه؟ خشن. المصريين يقولوا عليه مكتكت. كويس؟ يبقى قطط يعني ايه؟ خشن. عينه طافئة. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. الظاهر كان في واحد اسمه عبد العزة ابن قطن، كان عنده عين طافية برضه، فالنبي بيشبهه بيه. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يبقى فواتح سورة الكهف ايه؟ عصمة من الدجال. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، من طريق بين الشام، خلة دي طريق بين الشام والعراق. بين الشام والعراق ايه؟ هتلاقي إيران كده. ما هو هيخرج من ايه؟ أول ظهوره هيبقى من ايه؟ من إيران، من أصفهان. خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني هيقعد قد ايه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا اليوم اللي كالسنة يعني يقطع فيه مسافة ما يقطع في السنة، ينشر فتنته في مسافة، لأن المسافات مرتبطة بالزمن. يقول لك مسيرة شهر مش كده برضو، ومسيرة سنة، يبقى يوم كسنة يعني يقطع فيه مساحة من الأرض ما يقطعها الإنسان أيام النبي في سنة، هو يقطعها في يوم. يبقى أوتي وسائل مواصلات سريعة، ودي موجودة دلوقتي. يعني الآن أنت بتركب الطيارة في 12 ساعة تلاقي نفسك إيه؟ من القاهرة بقيت في ماليزيا، وأقل يمكن من 12 ساعة، ساعة 11 ساعة. في حين إن كان زمان عشان تسافر من القاهرة لماليزيا بسرعات قديمة تقعد فيها 6-7 شهور على ما توصل. فهمت إزاي؟ يعني ما يقطعوا الناس في نصف سنة في 6 شهور بيقطعوا الناس الآن في نصف يوم. يبقى لو ممكن الإنسان يقطع بقى في يوم واحد 24 ساعة ما كان يقطعه غيره في سنة كاملة. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي وتاني يوم بقى هيقطع مسافة ما يقطعه الإنسان في شهر، لأن خلاص انتشرت بقى إيه؟ فتنته، فمش محتاج إن هو يقطع مسافات طويلة تاني. وبعد كده اليوم تاني يقطع مسافة ما يقطعه الإنسان في جمعة. وبعد كده استقر حاله ونشر فتنته بقى وراح كل حتة، مش محتاج بقى. فيبقى بقية الأيام كأيامكم هذه، يعني إيه؟ ما يقطعش مسافات طويلة لأنه وصل صيته إلى كل مكان خلاص. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. يعني أنت هتحسب جاء وقت الظهر صلي الظهر، مالكش دعوة بالمسافات، أنت ليك بحركة الشمس. أقدر له قدره يعني على حسب حركة الشمس. ممكن تصلي الصبح هنا في القاهرة وتركب طيارة تلاقي نفسك بتصلي الظهر في لندن. فهمت ازاي؟ او بتصلي الظهر في المغرب او في اي حتة او في باكستان على حسب الجهة اللي انت مشيت فيها. اقدروا له قدره، لان الصلاة مرتبطة بحركة الشمس وليس بمسافة الارض. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ ماشي بسرعة قد إيه؟ قال كالغيث استدبرته الريح. الله طيران يعني، يعني ماشي طيران بسرعة الطائرة يعني. كالغيث استدبرته الريح يعني ماشي طيران. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر
والارض فتنبت فتنبت. والوقتي تقدم ايه عندهم غازات معينه بينشروها كده تخلي تمنع السحاب في مكان وتجمع السحاب في مكان. يعني حاليا موجود هذا التقدم العلمي لدرجه ان هم ساعات يعني ينشروا هذا الغاز عن طريق الطائرات عشان ينشروا الجدب في بعض المواقع والبلاد اللي هم اهل الشر. يبقى فيأمر السماء فتمطر يعني بأسباب، بالأسباب التي أوتيها، والأرض فتنبت لأن الأرض لما ينزل عليها المطر تنبت، فتروح عليهم سارحتهم يعني الماشية أطول ما كانت ذرا يعني سناما يعني جسما يعني، وأسبغه ضروعا وممتلئ لبن، وأمده خواصر كثيرة اللحم ممتلئة البطن يعني. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين يعني مجدبين مقحتين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، يعني يمر بحتت الصحراء والحتت التي ليس فيها مباني يخرج كنوز الأرض البترول والمعادن والحاجات دي كلها يطلع منها الكنوز بتاعتها، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ذكور جمع يعسوب وهو ذكر النحل، وده تشبيه من سرعة تسخير الأرض له من حيث الاستفادة بما جعله الله فيها من كنوز بسبب ما أوتي من وسائل علمية حديثة، وليس على سبيل خرق العادة بل على سبيل أخذ الأسباب المجهولة لدى البلاد التي يمر عليها فيظنون أنها خارقة للعادة وهي بأسباب هم لا يعرفونها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. يدعو رجلا ممتلئا شبابا قيل هو الخضر، فيقول له انت الدجال، يقول له اليس ربك يحيي ويميت، انا احييك واميت، اميتك واحييك، فيضربه ايه وبعدين بعد كده يدعوه فيعود كما كان، فيقول الان انا اشد تصديقا انك انت الكذاب ولا تستطيع ان تفعلها مره اخرى، هي لك مره واحده. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف يقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وممكن الوقت يمثل لهم شخص يمثله، لان الوقت في طرق من التصوير المجسم، يجيب لهم صورة رجل ممتلئ الشباب وهو في الحقيقة شايفين رجل لكن هو مش موجود بالحقيقة، اللي يسموه ايه بيسموه هولوجرافي، ده معروف الوقت الهولوجرافي دي، وبعد كده هيعملوا حتى تلفزيونات في البيت من غير شاشة، يعني تقعد كده بالريموت تلاقي في الريسبشن بتاعك كده الممثلين رايحين جايين وهم مش موجودين بس انت شايفه. كل ده وارد يعني، يعني ما تقلقش قوي يعني، كلام النبي فوق كل تقدم، فهمت ازاي؟ فممكن يمثل لهم هذا الرجل بهذه الصورة من بنظام الهولوجرافي، وبعدين يقسمه نصفين وبعدين يرجع يجمعه تاني وكلها تهيؤات، ويقول لهم اهو اديني شققته واحييته، ايه رايكم بقى مش ربكم بيحيي ويميت؟ شغل برضه ايه دجل، فهمت بقى؟ زي الحواء، طب ما بيجيوا الحواء دلوقتي بيعملوا كده بعض السحر، وافتح التلفزيون احيانا في برامج السحرة يجيب لك صندوق ويدخل فيه بنت جميله وملبسها مش عارف لبس ايه، وبعدين يروح شايل الصندوق نصين ويبعدوا عن بعض ورجليها بتلعب هنا ورجليها بتلعب هنا وبينهم مسافه ويفضل رايح جاي، وبعدين يضمها وبعدين يشيل الصندوق تطلع منه غزاله، تطلع منه قرد، يطلع منه اي مصيبه سودة. كل ده دجل، كل ده دجل معمول الان، فهمت ازاي؟ فما تغترش قوي يعني تقول يا نهار اسود هنعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا نهار اسود ولا حاجه، احنا متعودين على الدجالين، فهمت ازاي؟ ما تخافش يا سيدي يعني.
الإنسان العالم بالله والواثق في الله والمتأكد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يغره شيء ولا يفتنه شيء. يجي يعمل كده تقول له قديمة، إيه يعني؟ ما عارفينها من قبل كده. النبي قايل لنا يا ابني، أنت فين؟ فهمت؟ تقوم تكبته. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرد، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك قاعد بيلعب الناس بقى وعامل دجال بقى قاعد في الوقت ده، يروح نزل سيدنا عيسى ابن مريم بقى في دمشق عشان يخلص الناس من فتنته. فهمت بقى ازاي؟ فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. المهرودة اللي هي الثياب المصبوغة بالورس والزعفران، يبقى بين ايه؟ حليتين، ثوبين محلين بالورس والزعفران يعني. واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، يعني ايه؟ يتقطر منه كأنه لسه خارج من ديماس، كأنه لسه خارج من حمام يعني. إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. جمان كاللؤلؤ يعني عرقه، يعني من كثر لأنه رقيق جميل براق، الإنسان يفتكره عرقه كده عامل زي اللؤلؤ من انعكاس الأضواء عليه. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني مجرد بس إن سيدنا عيسى ينزل ونفسه يبقى في الأرض ربنا يكبت الكفار، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، يطلب الدجال. الدجال يسمع إن عيسى بن مريم مشي ظهر، يجري يستخبى في اللد هناك في فلسطين عند اليهود، لان اتباعه اصلا يهود، فيجري ويهرب هناك عند ايه؟ عند اللد. فيطلبه حتى يدركه بباب لد. باب لد اللي هي المدينه قريبه من القدس اللي يسموها اللد دلوقتي. فيقتله. ثم ياتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه. وطبعا هتقوم بقى الحرب يقتل فيها جميع اليهود وتستقر الارض، وفي الوقت ده بقى بعد ما يخلصوا على جميع اليهود، وسيدنا عيسى لما ينزل اتباعه اللي بيدعوا ان هم اتباع سيدنا عيسى هيلاقوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين فيبقوا مسلمين، فيظل على الارض بعد قتل اليهود يا كافر يا مسلم، بس مفيش بقى طوائف تانية، مفيش بقى يهود، مفيش مسيحيين. مسيحيين اسلموا لما شافوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين. فهمت؟ فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة يعني لأحد، لا يدان لأحد يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، اللي هم يأجوج وماجوج. فحرز عبادي إلى الطور، يعني اجمع عبادي وضمهم في الجبل علشان هم مش هيتحملوا ايه مواجهه هؤلاء الايه الياجيج والماجيج. ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. والحدب هو الطريق الغليظ من الارض المرتفع، يعني ياتون من كل جهه يعني. فيمر اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها، ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مره ماء، يعني من كثرتهم يشربوا البحيرة. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. هيحصره ايه؟ يحصرهم يعني ايه؟ يعني يبقى محاطين بيأجوج ومأجوج من كل جانب وهم في الجبل، فيبقى ما عندهمش طعام كافي، فيبقى رأس الثور خير من 100 دينار، تزيد الأسعار يعني. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه
يعني يرغب إلى الله، يعني داعيا مصليا إن ربنا يرفع الكرب، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. والنغف جمع نغفة، وهو دود يصيب الإبل والجمال في الأنف فيقتلهم. يبقى إيه؟ يعني يسرع إليهم مرض يقتلهم جميعا، اللي هو يأجوج ومأجوج، وباء كده. فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، جمع فريس، والفريس بمعنى قتلى، فرسا بمعنى قتلى وزنا ومعنى، كموت نفس واحدة، يعني يموتوا في وقت واحد مع بعض. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، لأن كانوا في الطور، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، والزهم اللي هو الريح، الريح الخبيث، زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، إن سيدنا عيسى ابن مريم يصلي إلى الله ويدعو هو وأصحابه إن ربنا يخلص الأرض من نتنهم. فيرسل الله طيرا كأعناق البختي فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا يختبئ منه بيت مدر، والمدر هي القرى والأمصار واحدتها مدرة، ولا وبر وهي أهل البوادي، يعني كأن مطر شام العام يعم جميع المدن وجميع البوادي. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، كالمرآة يعني من النظافة، أو الزلقة مواضع تجمع المياه، مهما عليه يبقى الزلقة كالمرآة يعني تبرق، أو الزلقة يعني ممتلئة ماء بسبب تجميع الماء فيه. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، الرمانة الواحدة يأكل منها عصابة كبيرة من الناس، ويستظلون بقحفها، دي رمانة ايه بقى؟ حاجة كده ميجا رمانة، يعني رمانة ضخمة. ويبارك في الرسل، اللبن يعني، ويبارك في الرسل اللي هي الحلبة يعني، حتى أن اللقحة من الإبل، اللقحة اللي هي الناقة ذات اللبن يعني، اللقحة اللي هي الناقة ذات اللبن حديثة العهد بولادة يعني، حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، الجماعة الكثيرة من الناس يعني، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، والقبيلة أصغر شؤام الفئام، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، والفخذ اللي هي أقرب عشيرة للرجل يعني أسرته الخاصة، زوجته ومراته وعياله واللي بينفق عليهم يسموها الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل، طبعا في اختصار لأن سيدنا عيسى بن مريم هيعيش 40 سنة وبعدين يتزوج فيهم وبعدين يموت ويصلى عليه ويدفن بجوار النبي ويعيش المسلمين في البركات فترة من الزمن لحد ما ربنا يرسل ريح خفيفة تقبض ايه؟ تقبض روح الناس. طبعا بعد ايه؟ بعد هيمروا برضو مرحلة هتخرج الشمس من مغربها فتنغلق التوبة، وبعدين صبيحة هذا اليوم تخرج الدابة تعلم الناس، كل ده يبقى في اختصار، في فترات زمنية النبي بيختصرها، فاهم؟ ثم يرسل الله بقى الريح الخفيفة تقبض جميع أرواح المؤمنين، ويرفع المصحف بحيث أنه يفتح المصاحف يجدوها بيضاء مفيش مصحف، ويصلى ذي السواقيتين الحبشي على الكعبة فيقتلعها، كل ده ذكروا قبل كده النبي، فهنا في اختصار، فاهم؟ ثم بعد ذلك لا يبقى على الارض الا الكفار، خلاص هم دول اللي هتقوم عليهم الساعه. هيقعدوا قد ايه بقى يعيش كفار في الارض بقى؟ ما نعرفش، الله اعلم.
لحد ما تيجي تقوم الساعة يقوم ربنا يعمل خصف في المشرق والمغربي وجزيرة العرب ونار من ايه من قعر عدم تحشر الناس الى المحشر وتقوم عليهم الساعة. فهمت بقى؟ يبقى في نوع من الاختصار خد بالك. فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس اللي هم الكفار يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يجامعون النساء بحضرة الرجال. ما بقاش في عيب بقى ولا عورة بقى ولا يعرفوا شرع ولا حاجة خالص بقى، عايشين زي الحيوانات كده. يبقى يتهارجون يعني يجامعون النساء أمام الناس أو بحضرة الرجال، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى الساعة مش هتقوم على المؤمنين، الحمد لله ربنا يرحم بالموت. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا، وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء على بحيرة طبرية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. الخمر يعني المغطى بالشجر الملتف، لأن الخمر هي التغطية أصلا، فسموا جبل بيت المقدس الخمر لأنه مغطى بالنباتات والأشجار الملتفة. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، دول هم يأجوج ومأجوج يعني مش لاقين حد يواجههم، يعني يقولون قد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، يوجهوا أسلحتهم للسماء، النشابهم اللي هي إيه سهامهم يعني أسلحتهم، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم، بكان لا يدان يعني لا يدي لأحد بقتالهم، لا قوة لا طاقة لأحد بقتالهم، خلاف في بعض الألفاظ يعني من روايات مختلفة. ونقف على باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.